أقامت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرنية اللاتين في الأردن دورة تدريبية كشفية في مركز سيدة السلام طريق المطار بعمان لفئة الشباب والشابات من مختلف كنائس المملكة، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم على كيفية تأسيس مجموعات كشفية جديدة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يعطي الإنسان بدلا لنفسه؟ لأنه من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجد أبيه ومعه الملائكة الأطهار. أقامت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن دورة تدريبية كشفية في مركز سيدة السلام طريق المطار بعمان، وهي موجهة لفئة الشباب في الكنائس المنتشرة في المملكة لتأهيلهم ومساعدتهم على تأسيس مجموعة كشفية جديدة، وذلك تطبيقا لشعار الهيئة الذي جاء هذا العام تحت عنوان ليتجدد مثل النسر شبابك. وتهدف هذه الدورة التدريبية التي حضرها المرشد الروحي للهيئة العامة الأب إبراهيم نفاع ونخبة من القيادات الكشفية في الأردن لإنشاء مجموعات كشفية في الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن. لقاءنا اليوم هو مخيم تدريبي تأسيسي مبدئي للمجموعات القديمة التابعة للهيئة، والمجموعات ثلاثة الجديدة، مجموعة من الإسماكية من الكرك، مجموعة الفحيص بالبلد، ومجموعة مرج الحمام بعمان. وإن شاء الله إحنا ضمن الخطة اللي عم نشتغل عليها لل 2019 هو تأسيس مجموعات وتشجيع الشباب والصبايا على الحركة الكشفية بالأردن وتنمية قدراتهم مواهبهم لخدمة هيكل الرب وخدمة أردننا الحبيب والمسيحيين والمجتمع كامل. ونشكر الكهنة اللي تساعدوا معنا وتعاونوا معنا لتسهيل هاي الأمور، ونشكر كمان جميع أعضاء الهيئة بنخص لجنة التدريب اللي عنا فترة زمنية عم بنرتب لهذا النشاط، وإن شاء الله نقدر نقوم بالمطلوب منا. احنا مخيمنا اليوم استكمالا لخطتنا السنوية اللي هو الدراسة الأساسية لتدريب وتأسيس مجموعات جديدة وتأهيل القادة أو الجوال اللي موجودين عندنا في المجموعات. راح نعرفهم أهمية الكشاف في حياتنا اليومية، أهداف ومبادئ الحركة الكشفية خلال هذا اليومين اللي هو مخيمنا، وراح نستكمل إن شاء الله تدريبنا الأسبوع القادم في دورة للمهارات وكيفية التعايش في الحياة الكشفية. إحنا مجموعة شباب وصبايا تبعنا أبونا عماد طوال، واخترع علينا فكرة انه نسوي كشاف في الرعية، وبالعكس احنا ايدنا هاي الفكرة وكنا معه عشان نكون تحت مظلة رسمية، وبالعكس هذا في اشي كثير حلو انه نخدم رعيتنا ونخدم كنيستنا بهاي الصورة بصورة الكشاف، وعشان ندير بالنا على الصبايا والشباب اللي برضو منضموا لنا. وانا بنصح صراحة كل الشباب والصبايا المسيحيين انهم تطلع منهم مبادرة وروح على الكهنة ويطلب منهم سووا كشاف، لأنها حركة كثير جميلة وراح تستفيد منها من الناحية الشخصية ومن الناحية الاجتماعية والدينية. كما تسعى الهيئة وضمن برامجها التدريبية إلى النهوض بالحركة الكشفية من خلال مواكبة التطور العمري لفئات قياداتها الفتية. ومن هنا أقامت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن وبالتعاون مع كهنة الرعاية هذه الدورة الكشفية لفئة الشباب في الكنائس المنتشرة في المملكة، واستمرت يومين لتأهيلهم على القيادة والمساعدة على تأسيس مجموعات كشفية جديدة خاصة في الرعاية التي ما زالت غير قادرة على ذلك. إضافة إلى أنه خلال الدورة الكشفية تم التطرق في المحاضرات لكافة القضايا التي تساهم في الإسراع في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي من شأنها أن تسهم في بناء مجموعات كشفية قادرة على العمل تحت لواء الكنيسة المحلية.